لإلقاء الضوء على وضع النازحين في مخيمات النزوح مع دخول موسم المدارس واعتماد الحكومة الحالية التدريس عن بعد، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أستاذ عمر، مرحبا بكم. يعني قرابة المليون وربع المليون نازح ما زالوا يقطنون الخيام، لكن في هذا الظرف كيف يمارس هذا العدد المهول حياتهم اليومية خلال كل هذه السنين من الغربة داخل الوطن؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. هؤلاء المدنيون أو النازحون في مخيمات النزوح الذين نزحوا قصرا والذين هددت حياتهم مرارا وتكرارا لا زالوا يعيشون هذه المأساة منذ نزوحهم وإلى هذه اللحظة في ظل غياب حكومي كامل عن هذه المأساة، وفي ظل يعني عدم وجود أي خدمات إنسانية أو خدمات أساسية تقدمها هذه الحكومة للنازحين، فضلا عن هذه المخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة، فلا يمكن يعني الاستمرار العيش فيها. ونستغرب وتستغرب المنظمات الدولية بأن هؤلاء لا زالوا على قيد الحياة في هذه المخيمات التي تتعمد الحكومة في إذلالهم وتتعمد الحكومة في إبقائهم في هذا الوضع الغير إنساني من جراء العمليات العسكرية ومن جراء السطوات أو سطوة الميليشيات عليهم ومن جراء استفادة الأحزاب السياسية من هذا الملف الذي باتت يعني تستورد منه الكثير أو تورد منه الكثير من الأموال من دول الجوار ومن الدول المانحة لهؤلاء النازحين، وبالتالي لا تذهب هذه الأموال إلى النازحين وإنما تذهب إلى بناء الأحزاب وبناء الكتل السياسية والمصالح الشخصية لهؤلاء الأحزاب. الكثير من الملفات الفساد تختلف هذا الملف بالذات، وهناك العديد من الشواهد وما سمعناه وشاهدناه من خلال قناتكم الموقرة يبين يعني 1% من المعاناة الإنسانية التي يعانيها المدنيون، فضلا عن أن هناك يعني تحرشات من قبل هذه الميليشيات والقوات الحكومية بأهاليها النازحين في هذه المناطق، فضلا عن عمليات الابتزاز المالي، فضلا عن التشغيل القسري للأطفال وغيرها من الملفات التي لا يمكن السكوت عنها بهذه الوضعية القائمة في ظل صمت دولي تجاه ما يجري للنازحين والمخيمات. أستاذ عمر، بحكم الواقع والرصد المستمر الحكومة لا تقوم بما يلزم لرفع المعاناة عن النازحين، لكن ما الذي يمنعها من ذلك؟ ما هي المعوقات مثلا؟ ليست هناك معوقات بقدر ما هي عملية سياسية، بقدر ما هي عملية طائفية، بقدر ما هي عملية اقتصادية تستفاد منها هذه الحكومة. المعوقات هي من تضع هذه المعوقات أمامها بحجة أنه عدم استقرار أمني، ولكن طيلة هذه السنوات تدعي الحكومة بأنها قدمت أحرزت نصرا وقدمت الكثير من التضحيات في بناء هذه المدن، ولكن إلى الآن هذه القوات تمنع رجوع هؤلاء المدنيين إلى مناطق سكناهم بسبب تواجد الميليشيات في هذه وبسبب تغيير ديموغرافي حقيقي للأماكن التي هجروا منها هؤلاء النازحون. لا توجد معوقات، التمويل الدولي موجود، الموارد الأساسية موجودة، فقط أن تكون هناك إرادة سياسية، يجب أن تكون هناك تحرك يعني دولي. أستاذ عمر، يعني التقصير متعمد تجاه النازحين؟ نعم، يعني هذا مرارا وتكرارا نؤكده في من خلال اللقاءات ومن خلال التقارير التي نقدمها إلى الأمم المتحدة والهيئات الدولية بأن هذا الإهمال هو متعمد تجاه النازحين لأسباب كثيرة وعددنا منها قبل قليل. نعم أستاذ عمر، أنت تعلم نحن في موسم عودة المدارس، لكن كيف يمارس أطفال النازحين حقهم المشروع وفقا للمواثيق الدولية في مسألة التعليم؟ نعم، هناك الكثير من الحقوق يجب أن تقوم بها الحقوق والواجبات التي تقوم بها الحكومة تجاه هؤلاء المدنيين من توفير يعني المستلزمات الدراسية الصحيحة لهؤلاء النازحين، فضلا عن أن هناك يعني
يعني واجب أخلاقي وإنساني تجاه هؤلاء المدنيين بأن يكون هناك يعني وسيلة تعليم مستساغة أو سهلة لهؤلاء النازحين. ولكن التعليم في العراق منذ سنوات وهو يتذيل قائمة التصنيف العالمي، وأصلا هو خارج نطاق التصنيف العالمي بالضبط من حيث جودة التعليم، وبالتالي هذا انعكس سلبا أو يعني ينقل الواقع الحقيقي الذي تكون عليه الناحية التعليمية أو المادة التعليمية في العراق بأنها لا تقدم أي شيء للطلبة، ولا هناك يعني اهتمام من قبل الحكومة في هذا الجانب. عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لكم.